السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة لو عايز جهاز جيمينج، جهاز البرامج، جهاز الألعاب، جهاز شغال 24 ساعة في ال 24 ساعة، يبقى في غير الزد 640 ورك ستيشن. اتش بي زد 640 ورك ستيشن أجهزة استيراد فرز أول بلازمة الشركة يا جماعة. أجهزة استيراد فرز أول. المواصفات بتاعتها البروسيسور الفي 4 ال 1650 في 4 كاش 15 6 كور. الرامات بتاعتها رامات 16 جيجا دي رام 4، الرامات دي رام 4 يا جماعه 16 جيجا. هارد بيبقى 256 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه بيبقى جي تي 730، بيبقى 2 جيجا دي رام 5 وبيقلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. طبعا اجهزه استيراد فرز اول بتشغل اعلى البرامج، بتشغل اعلى الجيمزات يا جماعه. بص يا جماعه، الاجهزه استيراد فرز اول، جهاز بيشغل اعلى البرامج، بيشغل اعلى الجيمزات. جهاز البروسيسور بتاعه 3.6 كاش 15 ميجا 6 كور، رامات 16، هارد 2 جيجا دي رام 5، كارت الشاشه دي رام 5 2 جيجا، هارد 256 اس اس دي، مع ضمان 3 شهور ضد عيوب السماء، وعرض حصري من شركه شمس الخدمات الكمبيوتر. والسلام عليكم.